صباح الخير عليكم جميعا، يلا صبحهم بخير ان شاء الله الجميع بخير. وحياكم الله من محمية الوشم للطيور. ما شاء الله شوف الدباي هذا شلون رائحته لا تفوتكم صراحة، عليه ريحة ما شاء الله ما شاء الله، ريحة جميلة جدا 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 وكثافته حلوة ما شاء الله. أنا حطيت لي في مدخل المحمية، شوفوهم ثلاث، واحدة اثنتين ثلاث، حطيت لهم العريش العشبان، شوفوا شلون حطيته على فوق على أساس إنه يظل المدخل حق المحمية اللي هو هذا.